رأينا في هدف المباراة الوحيد، كرة عملت وارتدت وبعدين ادي الباص هنا مطالبة بتسلل، ارتدت للراجل حط جول. ارتدت يعني بسبعة تروح. طبعا المفروض يبقى الزاوية التسلل هنا اللي هناك، احنا بنجيب زاوية التسلل من عند المساعد الأول والهدف من عند المساعد الثاني. لكن في كل الأحوال من الزاوية الأولى بنؤكد أن الهدف صحيح وإشادة بالحكم المساعد الثاني لم يكن هناك تسلل.